أهلا بكم مشاهدين الكرام في كل مكان إلى هذه التغطية الإخبارية المباشرة من قناة النيل للأخبار في القاهرة لمشهد جديد من مشاهد العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 89 بعد المئة. في هذه التغطية المباشرة والتي تأتيكم تحت عنوان غزة تنتظر وقفا لإطلاق النار والاحتلال يستمر في عدوانه على الفلسطينيين وإيران تهدد بالانتقام، سنحاول طرح تساؤلات والإجابة عليها من خلال هذه المناقشة على الهواء مباشرة. فبعد أشهر من التحذيرات المتكررة من وكالات الغوث الأممية والخبراء الدوليين بشأن تفاقم حالات التضور جوعا بين 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة تحت القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل منذ 8 أكتوبر، بدأ المسؤولون الأمريكيون يتحدثون علنا عن مخاطر المجاعة في القطاع المحتل، والفلسطينيون في القطاع المحتل يمضون أيام عيد الفطر المبارك على أمل أن تسفر المفاوضات الدائرة بالقاهرة حاليا عن انفراجة تحقق وقفا لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية خاصة لمناطق شمال ووسط القطاع الأكثر تضررا. المفاوضات حول صفقة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية ما زالت على حالها دون انفراجة، فكل طرف لديه سقف من المطالب تحددها مخاوفه من اليوم التالي لانتهاء الحرب، في حين يخيم على المشهد مواجهة محتملة بين إسرائيل وإيران على خلفية قصف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق قبل أيام. فما هي السيناريوهات المتوقع تحققها في المدى القريب سواء حول نجاح المفاوضات أو فشلها وما يمكن أن يترتب عليها أو حول رد إيراني محتمل؟ هذه التساؤلات هي ما سنناقشها وسنحاول الإجابة عليها في هذه الحلقة وفي هذه التغطية المباشرة لهذا المشهد الجديد مع ضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ صلاح، كل عام وحضرتك بخير. أنت بخير. إذن لنا أن نحاول طرح هذه التساؤلات، ربما التهديدات الإسرائيلية لرفح والتهديدات الإسرائيلية ضمنا لإيران والتهديدات الإيرانية لإسرائيل، ولكن بعد المتابعة مع حضرتك ومع مشاهدين الكرام هذا التقرير تفضلوا بالبقاء معنا. يواصل العدوان الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة لليوم 89 بعد المئة مما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين. في الوقت نفسه أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال أن حماس عادت إلى المزيد من المناطق في غزة التي أخلتها قوات الاحتلال وقلصت وجود قواتها في القطاع إلى لواء واحد انخفاضا من أكثر من 20 لواء وأكثر من 60,000 جندي في أواخر العام الماضي للسماح للجنود بالتعافي وتخفيف العبء عن الاقتصاد الإسرائيلي. من ناحية أخرى زادت المواجهة بشأن رفح من حدة التوترات بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا سيما بعدما نفذ صبر واشنطن تجاه إسرائيل بعد مقتل عمال الإغاثة الدولية في غزة التابعين لمجموعة المطبخ المركزي العالمي. كان الرئيس الأمريكي قد دعا نتنياهو إلى السماح بإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، واعتبر أن كمية المساعدات التي تسمح إسرائيل بإيصالها إلى القطاع غير كافية. كما وصف بايدن أسلوب تعامل رئيس الوزراء الإسرائيلي مع الحرب في غزة بأنه خطأ، مما يشير إلى توسع الخلاف بين الحليفين القويين مع استمرار الحرب. ويتعرض نتنياهو لضغوط لاتخاذ قرار بشأن رؤية ما بعد الحرب لغزة، لكن منتقديه يقولون إنه يؤجل لأنه لا يريد إثارة غضب شركائه الحاكمين القوميين المتطرفين الذين يدعمون إعادة التوطين قطاع غزة والذي انسحبت إسرائيل منه في عام 2005 وهي فكرة استبعدها نتنياهو. جديد لحضراتكم التحية، والتحية موصولة لضيفنا وضيفكم الكريم الأستاذ صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. من جديد لك التحية أستاذ صلاح، وزي ما قلنا العنوان غزة بتنتظر وقف إطلاق النار، إسرائيل بتستمر في عدوانها، إيران بتهدد. خلينا نقول إنه المشهد يمكن اختصاره في نقطتين، إنه حقيقة الصراع الدائر منذ 6 أشهر
جدلا او من وجهة نظر ما هو صراع ما بين اسرائيل وايران، دخلت فيها اطراف اخرى سواء حماس او الولايات المتحدة الامريكية او غيرها. هناك تهديد اسرائيلي ما زال قائما ومحتملا حتى الان لرفح، وهناك تهديد ايراني لاسرائيل. هل ترى نذر حرب اقليمية كبرى ام تتراجع في اللحظات الاخيرة؟ نعم، يعني هذه الازمة التي ظهرت بعد قصف القنصلية الايرانية في سوريا، الولايات المتحدة الامريكية على الفور بالرغم من انها يعني قالت باننا لم نعلم الا في قبل الضربة بدقائق معدودة من اسرائيل، يعني لامت اسرائيل على هذا الموضوع وقالت يجب التنسيق معنا مسبقا، كان من المهم ان يكون هناك تنسيقا مسبقا معنا، لاننا اولا نريد، لدينا مصالح ولدينا قواعد ممكن ايران ان تقصف هذه القواعد، وكذلك لدينا التزام بامن اسرائيل يجب ان نعلم اولا. وتم تجاوز هذا التوبيخ، والولايات المتحدة الان بتعمل بكل كثافة للحيلولة دون تهديد او وقوع ما رد انتقامي من ايران، سواء على المصالح الأمريكية أو على المواقع الإسرائيلية. وقام وزير الخارجية الأمريكي بلينكين بالاتصال بوزراء خارجية 4 دول عربية لها علاقة قوية بإيران، وتحدث معهم من أجل يعني أن تتريث إيران وألا تنجر إلى قيام بضربة شديدة تجعل إسرائيل تقوم بالرد وتتدخل الولايات المتحدة مع إسرائيل ويكون هناك حرب إقليمية. هذه الدول هي العراق والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر. وزير الخارجية الأمريكي اتصل بهم، وهم بالتأكيد تواصلوا مع وزير الخارجية الإيراني. أيضا كان هناك اتصالا ألمانيا، وزيرة خارجية ألمانيا اتصلت بوزير خارجية إيران من أجل العمل على أن يكون لا يكون هناك رد يجعل المنطقة تشتعل أو يكون هناك حرب إقليمية. إيران طبعا بين مأزقين، عدم الرد يعرض إيران ويعرضها كقوة لمحور الممانعة والأزرع التي معها، إهانة لا يمكن ابتلاعها، بمعنى إهانة لا يمكن ابتلاعها. في الوقت نفسه هي لا تريد التصعيد القوي حتى لا تدخل في حرب إقليمية تستغل الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل هذا الموضوع وتقوم ب يعني ضرب إيران ضربة كبيرة جدا قد تؤثر عليها أو قد تؤثر على مستقبلها كدولة إقليمية في المنطقة. وبالتالي هي توازن ما بين ذلك بين السيناريوين. وأنا بعتقد بأن قد يكون هناك اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بأن إيران سترد نظرا لموقفها وسترد، ولكن أين ترد؟ أين سترد؟ بالتأكيد سيكون هناك مناطق مفتوحة. فكرة أنه يكون في اتفاق، اسمح لي أستاذ صلاح، على أنه يكون في اتفاق أمريكي إيراني على رد إيراني باختصار ما بين قوسين لحفظ ماء الوجه، يعني إن صح الوصف أو التعبير، ده معناه انه الامر تمثيلية، وحقيقة الامر في رأي بعض المحللين ان ما يجري على الارض الان في منطقة الشرق الاوسط ابعد ما يكون عن التمثيليات. نعم، لا هو يعني مش تمثيلية، هي الولايات المتحدة الامريكية بتطرح لها سيناريوهات بتقول لك اذا عملت هذا السيناريو هيكون ردنا كذا، واذا عملت هذا السيناريو هيكون ردنا كذا. فايران بتاخد اقل السيناريوهات التي يمكن ان تعرض مصالحها للخطر. يعني الولايات المتحدة بالتأكيد عندما ترسل الرسائل مع الوسطاء تعطيها سيناريوهات محددة، إذا تم القصف في العمق الإسرائيلي سيكون ردنا في العمق الإيراني، إذا قصفت الأطراف وقصفت مواقع معينة في أطراف إسرائيل غير مؤثرة ممكن أن نتغاضى أو يعني نتجاوز هذا الموضوع. وبالتالي إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يحددان لإيران متى الرد وأين الرد. طيب هنرجع نكمل في النقطة دي. نعم. وخلينا نبتدي من الجزء الأقرب لنا في مصر وصلب القضية الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط وهي القضية الفلسطينية. حتى الآن التهديد لرفح ما زال قائما ولو نظريا. الأمل الفلسطيني في قطاع غزة في وقف إطلاق النار، لا نعلم مدى إمكانية تحققه. التهديدات لرفح ما زالت قائمة. المساعدات المصرية ما زالت قائمة من معبري رفح وكرم أبو سالم على مدار أيام العيد. كيف تنظر لهذا الأمر برمته ودور مصر في تقديم هذه المساعدات في هذه الظروف الصعبة وإصرارها على هذا الموقف
وتأثيرها على حياة الفلسطينيين في القطاع؟ نعم، يعني سيادتك كما لاحظت بأن نتنياهو كان يستخدم سلاح الغذاء في تجويع الفلسطينيين من أجل أن يثوروا على المقاومة الفلسطينية. كان بيستخدم هذا المعونات الاقتصادية والمساعدات كسلاح، ولكن نظرا للمجاعة ونظرا للأوضاع الصعبة التي كانت في قطاع غزة، بدأت الدول العربية تضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة الدول الحليفة، لأن هذا يعني شيء بشع ولا يمكن أبدا السكوت عليه والقبول به. إذا كانت إسرائيل تريد يعني ضرب المقاومة الفلسطينية أو محاصرة المقاومة الفلسطينية، وهي حتى الآن لم تستطع تحقيقه، فما ذنب الشعب الأعزل أن تقوم بتجويع هذا الشعب؟ وبالتالي كان هناك ضغوط ونجحت هذه الضغوط، وبالفعل مصر بدأت في إدخال حوالي 300 شاحنة يوميا من قبل العيد، وتم الإعلان عن ذلك، وما زالت هذه الشاحنات مستمرة. وأنا يعني قابلت عدد من الصحفيين العائدين من غزة وتحدثوا فعلا يعني قبل العيد بأيام، وحتى الآن أصبح هناك إلى حد ما بدأوا الحاجات الأساسية لقطاع غزة، خاصة في الجنوب والوسط بدأت متوفرة، ولكن المشكلة في شمال قطاع غزة، ويجب أن يتم. إسرائيل وعدت بأنها ستفتح معبر إيرز وميناء إسدود، ستدخل عن طريق المساعدات للولايات المتحدة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم فتحه، نظرا لوجود يعني الطرق تم تدميرها، وهناك يعني مخلفات للبناء وتراكم يعني كثيرة جدا على الطرق، ولا تستطيع الشاحنات نقل من معمر بيت حنون أو ما يسمى إيرز بالجانب الإسرائيلي، ولا الميناء دخول إلى الشمال. ولكن في هناك تنسيق لدخول المساعدات من الوسط إلى الشمال، وأيضا يتم إلقاء بعض المساعدات عن طريق الجو إلى الشمال. يعني موضوع المساعدات إذا استمر بهذه الوتيرة يمكن أن يكون هناك يعني على الأقل صمود أكبر للإخوة الفلسطينية، على الأقل أن يكون هناك تلبية لاحتياجاتهم في الفترة القادمة بالنسبة للمساعدات. بالنسبة للجهود السياسية والجهود التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار، كان هناك جولة قبل العيد، وهذه الجولة تم تسليم حركة حماس الموقف، وحركة حماس بتدرس الرد. ولكن يعني من خلال ما رشح من تصريحات أو تصريحات إسرائيلية أو من حركة حماس أو المقاومة الفلسطينية، أرى بأن المواقف ما زالت متباعدة، خاصة بأن حركة حماس تريد وقفا تاما لإطلاق النار. الولايات المتحدة قالت أن يكون هناك يعني وقف، يعني عدم تصعيد للعنف او عنف يعني هدوء مستدام. يعني لم تستخدم الولايات المتحدة الامريكية وقف اطلاق نار دائم بالمفهوم المعروف يعني دوليا. وبالتالي حركة حماس كانت لديها بعض الملاحظات، وقالت سنرد على هذه الملاحظات، ولكن جاء الرد في تصريحات رئيس المكتب السياسي والمتحدثين باسم حركة حماس: لن نوافق على صفقة إلا بعد وقفا تاما لإطلاق النار، لن نوافق إلا بعد التعهد بالانسحاب من قطاع غزة وإنفاذ المساعدات وعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة وإعادة الاتفاق على إعادة الإعمار، وبعد ذلك نتحدث عن صفقة محترمة ما بين الجانبين. هذا هو الموقف، وهذا الموقف لم يتغير. نتنياهو يعني كلما تم التوصل أو شبه التوصل إلى اتفاق، يقوم بعمل عملية من أجل إجهاض هذا الاتفاق، سواء باغتيال صالح العروري ثم طبعا يعني نرجع للنقطة دي تاني، لأنه ربما هي في صلب استراتيجية إسرائيل وليها تأثير على الموقف الأمريكي. لكن فيما يتعلق بالتحذير من مخاطر المجاعة في القطاع على لسان مسؤولين أمريكيين، هل ترى في ذلك في هذه اللحظة تغيرا في نهج الإدارة الأمريكية في التعامل مع هذه الأزمة، أم أنه مسألة إعلامية فقط ومواقف إعلامية فقط؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لل يعني الموقف الاستراتيجي كما هو معروف متفقة مع إسرائيل بالقضاء على المقاومة و يعني تفكيك حركة حماس وجعلها لا تحكم في قطاع غزة، وأن يكون هناك حكما في قطاع غزة، ترتيب الأوضاع في قطاع غزة، ده متفقين على هذا، وصفقة أن يكون هناك صفقة للتبادل الأسرى، ده ما هو متفق عليه. ولكن الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في موضوع
ما بعد الانسحاب من قطاع غزة. حتى الآن إسرائيل تماطل وتقول لا تريد أن تعطي الولايات المتحدة الأمريكية رأي فيما بعد الانسحاب. الولايات المتحدة الأمريكية بترى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي المؤهلة حاليا للعودة إلى القطاع واستلام القطاع. إسرائيل بترى عكس ذلك، ترى بأنها ستستمر في قطاع غزة شهور وممكن سنوات من أجل إعادة ترتيب الأوضاع في قطاع غزة، وأن يكون هناك يعني حكم في قطاع غزة عشائري. هذا الموضوع فشل، لأنها حاولت الاتصال بالعشائر ولكنهم رفضوا وقالوا يجب الاستئذان من سلطة حماس، ولكنها هذا الموضوع فشل. الموضوع الآخر وهو المساعدات، حاول نتنياهو استخدام موضوع المساعدات من أجل حضرتك ذكرت هذه النقطة مسألة التجويع للثورة على المقاومة. خلينا نكمل مع حضرتك بعد قليل في النقاط. وثيقة الصلة بحقيقة الاتفاق والخلاف الأمريكي الإسرائيلي، بحقيقة التهديد الإيراني، وبحقيقة موقف إسرائيل من السلام أو الاستسلام فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية. نذهب الآن إلى مباشرة إلى رام الله، ومعنا من هناك الدكتور جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي. دكتور جهاد تحياتي لحضرتك، مساء الخير. مساء الخير لك ولضيفك الكريم والجمهور. أهلا بحضرتك. النيل الأحمر. كل عام وحضرتك بخير يا دكتور جهاد. والحقيقة طبعا احنا عنوان حلقتنا النهاردة غزة تنتظر يعني وقفا لإطلاق النار، وحديثنا مع ضيفنا الكريم في الاستوديو الأستاذ صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط عن فرص تحقيق التهدئة أو الهدنة اللي بتراوح مكانها طيلة الوقت ويفسدها نتنياهو للأسف في كل مرة بصورة ما. كيف ترى فرص هذه التهدئة أو هذه الهدنة حقيقة في ضوء سياسة إسرائيل الحقيقية تجاه السلام؟ هل هي تريد سلاما حقيقيا أم تريد استسلاما أم ماذا تريد على وجه الدقة؟ الحكومة الإسرائيلية أو الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا تريد السلام، وإنما الاستمرار في الاحتلال الإسرائيلي وإخضاع الشعب الفلسطيني للهيمنة والسيطرة الاستعمارية الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة طبعا، وبما فيها مدينة القدس المحتلة عام 67. هذا هو ما يريده الاحتلال الإسرائيلي أو الحكومات الإسرائيلية. لكن مع هذه الحكومة الإسرائيلية اليمينية الفاشية تريد أكثر من ذلك، لا تريد الفلسطينيون من حيث المبدأ، وبالتالي تعمل على تهجيرهم. قد تكون رأت الحكومة الإسرائيلية في 7 أكتوبر فرصة، أو في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فرصة لها لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن بعد 6 أشهر فشلت في ذلك، وهي كانت تعتقد بأن هذه الفرصة سانحة ويمكن تطبيقها على الضفة الغربية. لذلك ما قاله نتنياهو في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، وهو الخارطة التي وضعها وقال أنه لا يوجد فلسطين إنما إسرائيل من النهر إلى البحر، هذا هو التفكير الاستراتيجي والأيديولوجي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي. ونحن ننظر إلى الائتلاف الحكومي من الليكود وهو يمين، بالإضافة إلى أقصى اليمين ما يتعلق بسموتريتش وبن غفير أو القوى اليهودية والصهيونية اليهودية، بالإضافة إلى ائتلاف الأحزاب الحريدين وهي شاس وهيودية هتبرا، وجميعها تؤمن بأن هذه الأرض هي أرض يهودية أو لدولة إسرائيل، ولا تعترف بالشعب الفلسطيني ولا تريد السلام مع الفلسطينيين. لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية هي صحيح من أكثر الحكومات يمينية، لكنها هي الوجه البشع والحقيقي لإسرائيل التي لا ترى بإمكانية الوصول إلى سلام. لذلك على مدار 30 عاما، على الرغم من الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لإقامة سلام في هذه المنطقة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وبذر بذور السلام والازدهار في هذه المنطقة، إسرائيل سعت وحكومات بها على الدوام لمنع الوصول إلى اتفاق سلام ينهي الاحتلال الإسرائيلي، بل تريد تكريس هذا الاحتلال والسيطرة الاستعمارية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. سيد جهاد، ربما يعني إسرائيل بدأت بالأمس عملية عسكرية جديدة في وسط القطاع، والبعض يتساءل هل بهدف تأثير على سير مفاوضات القاهرة أم بهدف يعني إلغاء فكرة الهدنة أو التهدئة أو استمرار للحرب بصور مختلفة على نهج نتنياهو الذي قيل في حقه أنه يريد استمرار وتمديد هذه الحرب
ربما على أمل أن يأتي إلى البيت الأبيض في يناير المقبل من العام المقبل، ونحن ما زلنا في شهر إبريل. رئيس آخر هو ترامب، ربما يعني تفهمه لنتنياهو أكثر من بايدن. كيف ترى المشهد حقيقة حتى هذه اللحظة؟ وهل من فرص لتغيير سقف مطالب المقاومة الفلسطينية وإسرائيل مع حقية المقاومة طبعا في المطالب المشروعة بالنسبة لقطاع غزة؟ على مدار الشهور الثلاث الأخيرة على الأقل، إسرائيل حاولت بشكل مستمر منع، أو رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عمل بشكل مستمر لمنع الوصول إلى هدنة أو تبادل الأسرى، وذلك للحفاظ على مصالحه السياسية الشخصية، بالمعنى استمراره في الحكم، لأن هناك جهات في الحكومة مثل سموتريش وبن جفير يهددونه بالاستقالة وبإنهاء الائتلاف الحكومي في حال توصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين. هؤلاء يريدون الاستمرار في الحرب ضد الشعب الفلسطيني، وهدفهم واضح في برامجهم السياسية هو تهجير المواطنين الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن أيضا نتنياهو يدرك تماما أن هناك عوامل مختلفة لا يستطيع من خلالها الاستمرار في حربه كما كانت أو كما بدأت في 7 من أكتوبر وما شاهدناه في شمال قطاع غزة وفي خان يونس. ومع ذلك اليوم في عملته داخل محافظة الوسطى أو ما تعرف بدير الملح، هو يحاول إطالة أمد هذه الحرب، والتي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية وقف إمكانية تطوير أو إطالة أمد هذه الحرب بالذهاب إلى رفح، لأنهم يدركون طبعا عند هذه النقطة. وسامحني حتى لا يداهمنا الوقت ونذهب معك لضيف الاستوديو الأستاذ صلاح جمعة ونعود إليك مجددا. سيد جهاد، ربما يعني فكرة التصعيد في رفح وتحقق التهديد الإيراني بصورة أو بأخرى تجاه إسرائيل ربما غير منطقي، لأنه سيعني أن إسرائيل ستحارب على جبهتين. هل هذا أمر قابل للتحقق؟ هل تريد إسرائيل توريط أمريكا كما قيل منذ 5 أعوام تجاه إيران؟ يعني كيف ترى المشهد المرتقب خلال الأيام والأسابيع المقبلة؟ الرد الإيراني قد لا يكون فيها سيناريوهات متعددة، منها إمكانية إطلاق صواريخ أو مسيرات من إيران من الأراضي الإيرانية على إسرائيل، ومنها أن تطلق من سوريا باتجاه الجولان أو مجموعات مسلحة مرتبطة بإيران وحلفائها في المنطقة التي يقومون بهذه العملية. لذلك الرد الإسرائيلي سيكون متناسب على ما يبدو مع طبيعة الرد الإيراني. تقصد سيد جهاد الإيراني؟ نعم، تقصد الرد الإيراني سيكون متناسب مش الرد الإسرائيلي، أم أنني فهمتك خطأ؟ لا، الرد الإسرائيلي سيكون متناسب مع شكل الرد الإيراني. قد يكون وطبيعة الرد في ظني، حتى الآن لا نعرف ما هو السيناريو الأكثر احتمالا إذا جاز التعبير للرد الإيراني. هل سينطلق من الأراضي الإيرانية؟ هل ستكون عبر صواريخ متوسطة المدى أو طويلة المدى؟ هل ستضرب مواقع عسكرية إسرائيلية أم ستكون هناك مواقع حكومية ومدنية إسرائيلية؟ أين ستصل هذه الصواريخ؟ هل سيكون الضرب أو هذه الصواريخ وضرباتها ستكون في أراضي محتلة مثلا في الجولان أم في تل أبيب والقدس وغيرها من المدن المحتلة عام 48؟ هذا هو ما سيحدد الرد الإسرائيلي. في كل الأحوال إذا كان هناك ردا من الأراضي الإيرانية، على ما يبدو أن الإدارة الأمريكية ستكون أو قواعد الإدارة الأمريكية في المنطقة ستتصدى لهذه الصواريخ المسيرات عبر إفشالها قبل الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية. نعم. لكن الرد الإسرائيلي على ما يبدو أيضا سيكون مضبوطا، لأنها تدرك الحرب على مستوى واسع وكبير وعلى جبهات متعددة غير ممكن لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد 6 أشهر من المعارك في قطاع غزة، ولم تستطع تحقيق أهدافها المتعلقة بإنهاء وشتات حرب حماس وقوتها أو إعادة المختطفين أو الأسرى الإسرائيليين. لذلك إمكانيات إسرائيل على الرد في ظني اليوم هي محدودة أيضا. أرجو أن تبقى معنا وتستمع لجزء من النقاش مع الأستاذ صلاح جمعة، ونعود إليك لاحقا سيد جهاد. أستاذ صلاح، يعني مختصر ما قاله أستاذ
جهاد أنه إسرائيل لا تريد سلاما حقيقيا، سواء هذه الحكومة اليمنية المتطرفة أو أي حكومة إسرائيلية، هي ربما تريد يعني أن يذهب الفلسطينيون والعرب بعيدا عنها، يعني اختصارا لكلام كثير. النقطة الثانية المتعلقة ب يعني حقيقة التصعيد مع إيران، إنه إيران ربما يعني لم تحدد الضربة أو الرد أين سيكون، وإنه الرد الإسرائيلي ربما سيكون يعني منضبطا في عدم إثارة إيران أكثر من ذلك. فيما يتعلق بالجزئية المتعلقة بالتصعيد داخل القطاع وتأثيره على المفاوضات، أشار السيد جهاد ضمنا إلى أنه هذا التصعيد يعني ربما يعني لن يعني يعطي فرصة للتهدئة أو الهدنة للتحقق. على أي حال، هنا التساؤل المتعلق بإيران لحضرتك، وربما كنا نتحدث قبل الخروج للهواء، حقيقة ما يشاع عن تراجع إيران في اللحظات الأخيرة، حضرتك أشرت لأنه ديت ربما تكون بث أجهزة استخبارات للتأثير على مجريات الأحداث في المنطقة، كيف ترى فرص التصعيد الحقيقية في المنطقة من عدمه، وخاصة أن البعض يشير إلى أنه يعني عندما تقوم إيران بفعل ما تجاه إسرائيل وتقوم إسرائيل بفعل ما تجاه رفح ستشتعل المنطقة على عدة جبهات، هذا التوقع يؤكده البعض. نعم، يعني كما تحدثنا وذكرنا بأن إيران يجب أن ترد، وأعلنت أنها سترد، لأنها عدم الرد سيعرضها أمام الرأي العام وأمام حلفائها في المنطقة إلى أنها يعني نظرية الردع ستكسر أو عملية الردع، وبالتالي هي سترد، وكما ذكرنا بأن هناك اتصالات وسيناريوهات للرد، هي تستعرض الصواريخ البالستية وتستعرض الطائرات المسيرة، ودائما والإعلام الإيراني يتحدث عن إغلاق الأجواء الإيرانية وتحدث كثيرا، وبعد ذلك تم فتح الأجواء، كل هذا وسائل للضغط على إسرائيل. كأحد يعني العسكريين الإيرانيين السابقين تحدث قال أن الضغط على إسرائيل بالحرب يعتبر نوع من أنواع الحرب، أو يعني يعتبر رد. في نظرية في العلوم العسكرية تقول أن التهديد بالحرب يمنع الحرب، يعني ربما وضع إسرائيل تحت ضغط أنها مهددة بالحرب ربما يمنع رد فرص التصعيد، أو يعتبر رد إيراني ضغط وضع إسرائيل على في الزاوية. إسرائيل طبعا التصعيد كما ذكرت في الفترة الأخيرة، التصعيد سواء على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية ضغطت على إسرائيل للدخول في المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة أن هي تستخدم أهداف نوعية وأن تستبعد المدنيين وأن تختار أهداف الحركات المقاومة بعناية شديدة، إلا أن إسرائيل يعني لم تستخدم أو لم تضع هذا الحوار أن هذه النصيحة في يعني في، وبتقوم بالاغتيالات والقصف، ومؤخرا اغتالت يعني أولاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من أجل الضغط على حركة حماس للقبول بصفقة. هناك رأيين في هذا الموضوع، رأي يقول بأن إن إسرائيل بتضغط على الحركة حتى توافق، وهناك رأي آخر يقول بأن نتنياهو يريد أن يخرب المفاوضات الدائرة الآن، لأن معنى اغتيال عدد من القادة من أقارب القائد حركة حماس أبنائه وأحفاده سيصعب المفاوضات، وبالتالي هو يصل إلى الهدف المبتغاه وهو استمرار هذه الحرب. يعني أنا يعني في هذا الموضوع وموضوع المفاوضات بالتأكيد أن إسرائيل لا تريد أبدا أن يكون هناك دولة فلسطينية، ونتنياهو بالتحديد لا يريد أن تكون هناك دولة فلسطينية. موضوع أنه يقبل بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية ما بعد الحرب هو غير موجودة على قاموس الإسرائيليين وخاصة نتنياهو، لأن عودة السلطة مرة أخرى إلى قطاع غزة سيوحد غزة والضفة الغربية، وبالتالي هتكون نواة لإقامة دولة فلسطينية. هو لا يفكر في هذا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه نقطة خلاف رئيسية جدا رئيسية مع نقاط خلاف أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية في النهج. الولايات المتحدة خاصة الإدارة الحالية، الرئيس الأمريكي مقبل على الانتخابات نهاية هذا العام، وبالتالي يرى بأن فرص نجاحه حسب الاستطلاعات بدأت يعني تتآكل نتيجة لاستطلاعات الرأي تقول بأن انحيازه لإسرائيل وموضوع انحيازه، هو في يبدو أن فرص ترامب للعودة أكبر،
بيقول فرص اكبر. وبالتالي هو يريد يعني هو يريد في الفتره المقبله ان يوقف هذه الحرب او يهدئ من التصعيد في المنطقه. يعني هناك عدة سيناريوهات. السيناريو الأول استمرار الحرب بهذه الوتيرة، يعني أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة إسرائيل حتى آخر مدى، يعني بعض الخبراء قالوا حتى آخر هذا العام، وإسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية أن تتركها تمهلها لنهاية هذا العام لتستطيع أن تقضي على المقاومة نهائيا. ولكن هذا السيناريو يعني غير واقعي ويتوقف على صمود المقاومة. وحتى الآن إسرائيل يعني طلبت من الولايات المتحدة أكثر من مرة أن أعطاها المهلة، ولكن في 7 شهور الآن ولم تستطع إسرائيل تحقيق هذا السيناريو. والخبراء بيقولوا حتى لو استمرت سنة واثنين لن تستطيع، لأن حركة حماس والمقاومة تمارس حرب العصابات، وهذه الحرب معروفة بأنها ممكن أن تطول إلى شهور وسنوات. السيناريو الآخر وهو أن يكون هناك حرب إقليمية، يعني أن تتدخل الولايات، أن تقوم إيران بالرد ثم تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية ويكون هناك حرب إقليمية. الولايات المتحدة الأمريكية بتستبعد وبترى وبتعمل كل السيناريو، كل جهودها دلوقتي للحيلولة دون وقوع هذا السيناريو، لأنها تفتح جبهات. هناك جبهة للصراع في أوكرانيا، هناك صراعها مع الصين. لو فتحت جبهة في الشرق الأوسط قد يكون هذه الجبهة لا يعني ستتصاعد الحرب، ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وقف الحرب، وبالتالي ستكون هناك عدة جبهات مفتوحة سيعرض المصالح الأمريكية والدور الأمريكي الخطر. دكتور جهاد حرب في هذا الكلام. دكتور جهاد، يعني ربما حضرتك أخرنا هذه النقطة لنهاية حديثنا مع حضرتك. يعني الجانب الإيراني أعلن نيته الرد بعد عيد الفطر المبارك، لا أعلم يعني في تقدير حضرتك لماذا حدد بعد عيد الفطر المبارك والنهاردة آخر يوم من أيامه. والتساؤل الثاني، حقيقة يعني فرص هذا الرد الإيراني واللي ممكن ينجم عنه تصعيد أكبر لحرب إقليمية كبرى، هل من وسائل أمريكية فعلا لمنعها، وخاصة أنه على مدار 6 أشهر الجانب الإسرائيلي يعني فيما بدأ أراد توريط الولايات المتحدة الأمريكية، ويبدو أنه يعني قد ينجح في ذلك إذا يعني ورط الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لن تستطيع التخلي عنه. التساؤل الوثيق الصلة، هل يمكن أن تمتد تأثير هذه الحرب بالفعل حتى قدوم وافد جديد إلى البيت الأبيض بعد 8 أشهر من الآن؟ هذا ما يرى به نتنياهو سواء في الحرب مع إيران أو في إطالة أمد الحرب في قطاع غزة. كنت سأقول في المداخلة السابقة بأن نتنياهو كان يرغب بالذهاب إلى رفح بالمعنى الزمني وفقا للتقديرات التي جرت على مدار 6 أشهر. دخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى شمال قطاع غزة في نهاية شهر أكتوبر، ولها حوالي 5 أشهر ونيف دون أن تكمل السيطرة على شمال قطاع غزة، ونرى إعادة للقصف والاغتيال وكذلك ما جرى في مشفى الشفاء. في خان يونس بدأت عملياتها العسكرية في 1 ديسمبر الماضي وانتهت بعد 4 أشهر تقريبا، أي قبل عدة أيام، وبالتالي الدخول إلى رفح سيستغرق حوالي 4 أشهر إلى 6 أشهر، وهذه يعني مع اقتراب الإدلاء بالانتخابات أو التصويت في الانتخابات في نوفمبر. معنى كلام حضرتك أن إدارة نتنياهو تريد استهلاك الوقت. نعم، لذلك الإدارة الأمريكية كانت دعني أقول حريصة بين قوسين على التدخل للوصول إلى اتفاق بالضغط على العلني بالتصريحات على الحكومة الإسرائيلية والضغط على الأطراف العربية والفلسطينية للوصول إلى اتفاق. حتى الآن تتأرجح إمكانية الوصول إلى اتفاق، لأننا على مدار 3 أشهر كانت هناك آمال تتصاعد وأحيانا تنخفض نتيجة الظروف، لكن من الواضح أن نتنياهو لا يرغب بالوصول إلى اتفاق لإطالة أمد هذه الحرب لارتكانه أو للوصول إلى مرحلة الانتخابات ورؤية من سيأتي للبيت الأبيض من جديد أو القادم الجديد إلى البيت الأبيض. وإذا ما استعرت الحرب مع إيران، دعني أقول إذا كان السيناريو الأول هو إطلاق صواريخ من إيران مباشرة إلى إسرائيل وقد تكون تصيب مؤسسات حكومية وعسكرية ومدنية، هذا يعني اشتعال الحرب. لذلك قلت أن الرد الإسرائيلي سيكون مضبوطا وفقا للرد الإيراني وشكله وطبيعته ونتائجه.
والتدخل الأمريكي سيكون حتما إذا ما انطلقت هذه الصواريخ من إيران مباشرة، لأنه سيتصدى لها في الأجواء العراقية أو الأردنية قبل أن تصل إلى إسرائيل، وقد تنفتح هذه الجبهة. وإذا ما انفتحت هذه الجبهة يعني أن منطقة الخليج العربي والطريق الواصل أو المسافة الواصلة بين إيران وإسرائيل ستكون معركة أو ساحات معارك بين الإدارة الأمريكية أو القوات الأمريكية والإيرانية وإسرائيل، وقد تمتد أيضا إلى شمال إسرائيل، أي أن حزب الله يدخل بقوة أو بشكل أوسع من قواعد ويتجاوز قواعد الاشتباك القائمة اليوم في الجنوب اللبناني والشمال الإسرائيلي، وهذا يعني انفتاحا أو انفجارا كبيرا وواسعا في هالمنطقة سواء حلفاء إيران أو حلفاء إسرائيل. بالتأكيد بنتمنى لا يحدث ذلك، لكن يعني حتى نراقب الأحداث مع قادم الأيام. بشكر حضرتك شكر جزيل السيد جهاد حرب الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، كنت معنا مباشرة من رام الله. وأعود إلى ضيف الكريم في الاستوديو الأستاذ صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. ربما تساؤلي الأخير أستاذ صلاح، إذا ما حدث على مدار الشهور السبعة الماضية فيما يبدو أنه كان صراع خفي معلن في نفس اللحظة ما بين إسرائيل وإيران، بتساءل عن سببه، والعقيدة العسكرية الإسرائيلية مبنية على فكرة الاستعلاء العسكري اعتمادا على السلاح النووي، وربما أيضا لأنه غير معلن حتى الآن إمكانيات إيران النووية من عدمه، لكن إن صح التعبير إسرائيل تريد توريط أمريكا في حرب مع إيران منذ خمسة أعوام على الأقل، ما الهدف من ذلك؟ بالتأكيد يعني إسرائيل بتستشعر بأن إيران لها خطر كبير جدا، وبحث إيران عن استخدام السلاح النووي أو التوصل إلى التكنولوجيا النووية تهديد بالنسبة لإسرائيل، تهديد وجود، وبالتالي هي تريد يعني قامت قبل هذه الحرب بعمل على محور عربي لجعل يكون مع إسرائيل ضد إيران، وفعلا تحدثت مع بعض الدول العربية، مصر حضرت هذه الاجتماعات ورفضت أن تكون في أي محور مع إسرائيل ضد أي دولة من دول المنطقة، وبالتالي تم إجهاض هذا المخطط قبل الحرب على غزة. يعني كيف تكون يعني أن يعني كدولة في المنطقة محور مع إسرائيل ضد دولة ما إسرائيل عليها أن تدافع عن نفسها؟ وبالتالي أن إسرائيل بترى أن الخطر الأساسي هو إيران، وبالتالي تريد توريط الولايات المتحدة الأمريكية في إيران، وقد تستخدم إسرائيل والولايات وإيران تعلم بأن إسرائيل لديها أهداف تستطيع قصف المناطق النووية والأهم جدا في إيران، وبالتالي إيران بتتحاشى أن يتم التصعيد، لأن إسرائيل تريد لإيران أن تدخل معها في معركة، وهي ممكن أن تستخدم قنابل تكتيكية ضد إيران نووية صغيرة جدا قد تؤثر على إيران، وبالتالي إيران لا تريد الدخول في هذه الحرب الإقليمية. صحيح. والولايات المتحدة الأمريكية كمان بتعمل للحلول دون خدور، ويكون تحقيق وإثبات لصحة النظرية القائلة بأنه التهديد بالحرب يمنع الحرب. نتمنى ألا تصعد الحرب أكثر من ذلك، وأن يعود الشعب الفلسطيني إلى أرضه وتعود إليه حقوقه. بشكرك شكر جزيل أستاذ صلاح جمعة نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شرفتنا، وكل عام وحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا. وكل الشكر لحضراتكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الفترة، على أمل اللقاء، دمتم في أمان الله.